هسه راح نجي اليوم نكمل المحاضرة، نجي نكمل حل الأسئلة. Determine the diameter of galvanized iron pipes 8.09 millimeter and the average velocity in the pipe if it must carry 0.27 cubic meter per second of water with viscosity 10 أس ناقص 5 متر مربع إلى الثانية with a head loss not exceed 6 متر بير 300 متر. هسه هاي شنو عندي؟ أريد مقدار الدايمتر مالت الأنبوب، مطيني الخشونة مالت الأنبوب ويريد بعد الأفرج فيلوسيتي. شنو مطينا؟ مطينا كمية التصريف المار بالأنبوب، ومطينا اللزوجة الكنماتية، مطينا الهيد لوس اللي هو 6 إلى 300. وأول شيء يريد الدايمتر، وبعدين يريد سرعة الجريان. أول شيء مدام هاي أول مطلوب، إحنا نريد الدايمتر. الأشياء المطلوب المعلومة هي الهيد لوس وكيو والطول واللزوجة الكنماتية والخشونة مات الأنبوب. بنفس الطريقة أول شيء أجي أفرض F. فرضيتي مالت F قلنا تبدي من بونت O2 إلى بونت O3. من نجي نفرض F أجي المعادلة دارسي وايزبرغ، عندي مجهول يبقى لي بس الدايمتر. الهيد لوس يساوي F في L over D في V سكوير over 2G. F فرضناها والهيد لوس معلوم والطول معلوم، الدايمتر احنا المطلوب، والفيلوسيتي اللي اجي اطلعها بدلالة Q والدايمتر. هاي اول مطلوب. بعدين من الدايمتر، من طلعت لنا من معادلة دارسي دايمتر، اروح اطلع وعندي Q اجي اطلع مقدار رينولد. رينولد ويا E over D أجي أطلع F جديدة، أشوف هاي F الجديدة هل هي مشابهة للF الفرطين؟ المفروض نسبة الخطأ ما تزيد عن 5%. إذا طلعت لي نسبة فرق أكثر من 5% أرجع القيمة المفروضة، أجي أطلعها وأشوف الدايمتر اللي فرضنا اللي طلع لنا. فأول شيء من المعادلة هيد لوس تساوي F في L over D في V سكوير over 2G. فهنا تبقى الهيد لوس معلومة F L over D في 1 إلى 2 جي. هالمرة السرعة أجي أعوضها بدلالة Q ونصف القطر، فراح تكون ال V سكوير هي عبارة عن 4 Q تربيع إلى باي D تربيع الكل تربيع. من عندها الهيد لوس راح تكون 8 L Q تربيع إلى باي G D أس 5 F. أنا المطلوب من عندي قيمة D، فدي مبسطها من هاي المعادلة الفوق راح تكون 8 L Q تربيع إلى باي تربيع G بالهيد لوس F اس 1 الى 5. هاي اول معادلة اطلع من عندها قيمة D. رينولد هو V في D الى اللزوجة الكنماتية، V هما موجودة اجي اطلعها بدلالة Q وD، 4 Q الى باي D تربيع في D الى اللزوجة الكنماتية. فمن عندها رقم رينولد راح تكون 4 Q الى باي D في اللزوجة الكنماتية. فحتى نبدي بحل هذا السؤال قلنا نجي نفرض قيمة F. مفضل الفرضية قلنا ما بين 2% إلى 3%، فأنا هنا فرضتها 0.026. أرجع لهاي المعادلة، ما عندي مجهود، ما عندي مجهود بس قيمة D. 8 الطول معلوم، Q تربيع معلومة، F هسه فرضتها والهيد لوس، هاي الأشياء كلها معلومة. أطلع الدايمتر أشوف هذا الدايمتر اللي طلعته من فرضة F هل هو ضمن المواصفات، يعني هل ما تتغير قيمتي أو تتغير. هسه من طلعت لقيمة دي من معادلة، من هاي المعادلة رقم واحد، أجي شنو؟ أجي أطلع رينولد اللي هو 4 كيو إلى باي في دي في اللزوجة الكنماتية. طلعنا رقم رينولد وعندي E over D الخشونة معلومة، ودي هسه طلعناها من معادلة الدرس طلعت لي هاي الخشونة. تروحون المخططات مودي دايجرام، من مخططات مودي دايجرام تطلعون F. هسه من اجيت عندي رقم رينولد 9.07 وعندي اوفر اي اوفر دي طلعت لنا اف 0.195 بال10000. اجي اقارن هاي القيمه ويا هاي القيمه المفروضه، نقول هاي القيمه 0.0195 ناقص 0.026 الى 0.026%، طلعتني نسبه الفرق اكثر من 5%، طلعتني 25%، هاي القيمه ما مقبوله. فحتى نبدي بالمحاولة الثانية يا قيمة أفرضها قيمة اللي طلعت لي اللي هي 0.0195 بالألف. نرجع من هاي طلعت لي، أرجع المعادلة رقم واحد أطلع دايمتر جديد وأطلع رينول جديدة وأطلع خشونة نسبية جديدة. أرجع المودي دايجرام
بوجود رينولد وإي أوفر دي راح تطلع لنا إف نيو بون زيرو واحد تلا تسعة ثلاثة. أقارنها ويا القيمة المفروضة، المفروض تكون نسبة الفرق ما نزيد عن 5%، جت طلعت لنا 1%، معناها هاي القيمة مال الدايمتر هي القيمة الصحيحة. بعد شنو مطلوب؟ مطلوب سرعة الجريان من المعادلة في تساوي لنا في بالاري تساوي لنا كيو، كيو معلومة والدايمتر طلع لنا الاري صارت معلومة، نقدر نطلع سرعة الجريان. هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس، شلون انفجر بلو ستيل باب اي 2 مليمتر ودايمتر 400 مليمتر والطول 1850 كاريز 200 لتر على ثاني اوف اويل، السبيسيفيك جرافيتي مال اويل 0.86 والزوجه الكنماتيه موجوده، نريد ايش قد مقدار البمب باور، ايش قد قدره المضخه، وين بريجر ات اي ومقدار الضغط بنقطه اي معلوم 1.5 بار. عندي هسه هذا انبوب اللي ربطنا به مضخه، اريد اصعد الماي الى الخزان، طول هذا الانبوب معلوم عندكم والاليفيشن مال هذا الخزان معلوم، مقدار المقدار الضغط بنقطة أي أما هم مطيتكم إياه اللي هو 1.5 بار، أريد شقد مقدار قدرة هاي المضخة. أنا من حتى أحسب قدرة المضخة ما عندي غير قانون واحد اللي هو الباور يساوي جاما في كيو في اتش اي. بما أنه أنا ذاكرت لكم هاي نفط، فنجي نضرب السبيسيفيك جرافيتي مال النفط في كثافة الماي، فش راح يصير في جاما مالت الماي 9.810 في كيو معلومه، تبقى لي مجهول بس اتش اي. هسه صار عندي بهاي المعادله الباور مجهول والاتش اي مجهوله، هاي نعتبرها معادله رقم واحد. احتاج عندي لازم معادله ثانيه حتى اطلع المجاهيل. هسه نجي نطبق برنولي ما بين نقطه اي ونقطه بي، او ناخذ الداتا بنقطه اي، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بي اي اوفر جاما زائد زت اي زائد بي اي اوفر سكوير اوفر 2 جي، وهي هاي النقطه اللي هي اعلى شيء بالخزان. ايش راح يصير عندي؟ بي اي اوفر جاما زائد زت، لان زت الناجيه قيمتها صفر لان تمر بالداتم، بي اي سكوير اوفر 2 جي، اكو عندي مضخه، شنو السبب ان المضخه بهذا الطرف؟ نضيف لنا ارتفاع الهيد مال المضخه يساوي، بما انه خزان معرض للضغط الجوي قيمه الضغط تساوي صفر، فرق الارتفاع من الداتم الى هاي النقطه هاي الاليفيشن مالتها 100، وهاي الاليفيشن مال منسوب الاعلى شيء منسوبه بالخزان 124.5، معناها ايش قد قيمه الزيت بالمنسوب الثاني 24.5 زائدا في اي سكوير اوفر 2 جي تساوي صفر، لان قلنا قيمتها قليله والنوبه تتربع وتتقسم على 2 من التعجيل الارضي، فهنا تروح تكون السرعه هم تساوي صفر، شحنه السرعه زائد الهيد لوس. هم صار عندي بهاي المعادله اتش اي مجهوله والهيد لوس مجهوله. هسه شنو ارجع؟ ارجع المعادله دارسي وايزبر. البي اي هي كيو الى الاير، كيو معلومه والقطر مال الانبوب معلوم، طلعنا مقدار الفيلوسيتي. رينولد هو في في دي الى الزوجه الكنماتي، طلعنا رينولد نمبر. اي اوفر دي هم طلعناها، اروح المودي دايجرام. من مودي دايجرام اي اوفر دي 5 بالالف ورينولد نمبر 1.3 في 10 اس 5، ايش راح نجي؟ راح نطلع معامل الاحتكاك. من اجينا طلعنا معامل احتكاك من مخططات مودي لقيناه 0.031، نجي نطبق معادله دارسي وايزبر. الهيد لوس يساوي اف في ال اوفر دي في في سكوير اوفر 2 جي. ايش راح نجي؟ راح نطلع الهيد لوس. من طلعنا الهيد لوس عندي هاي المعادله بدلاله مجهولين، الهيد لوس واتش اي. اتش اي هسه شنو صارت معلومه؟ لان الهيد لوس معلوم. ارجع للمعادله مالت الباور، الاتش اي انعلمت، فاقدر اطلع مقدار قدره المضخه اللي احنا نريدها. ها هي الاسئله فيما يتعلق بن شلون اطلع مقدار الهيد لوس الرئيسي، وشلون اجي اطلع مقدار شلون اجي استخدم مع مخططات مودي دايجرام. هسه لو اجينا هاي كلها كنا نحكي اذا كانت سيركلر بايبس، اما اذا كان الجريان مو سيركلر بايب ممكن يكون انبوب مربع. فهنا شلون اجي اطلع الفريكشن اذا نان سيركلر بايبس؟ Fluid friction in non-circular pipes. To find the friction in circular pipes, the hydraulic radius concept can be used. هنا أنا إذا عندي الأنبوب كان دائري، حتى نطلع الهيدروليك radius هو عبارة عن الأريا إلى المحيط المبلل.
RH هو الهيدروليك راديوس دائما وحداته بالمتر، الأي مساحة مقطع الأنبوب، والWB هو المحيط المبلل. هاي إذا عندي محيط، إذا عندي دائري مساحة الدائرة ايش راح تساوي؟ باي على 4 في دي تربيع إلى باي دي. هاي الدي ويا هاي الدي تبقى لنا هنا بس دي، والباي ويا الباي ايش راح يبقى لي؟ بس دي اوفر 4. من عندها الدي ايش راح نقدر نقول؟ الدي تساوي لنا 4 من الهيدروليك راديوس. هاي تختصر لي، تختصر لي واي شغلات إذا كان المقطع غير دائري. حتى نطلع الهيد لوس، هسه طلعنا مقدار الدي هو 4 من الهيدروليك راديوس، والهيدروليك راديوس هي الاري الى المحيط المبلل. So to find the head loss using Darcy Weisbach equation or Reynolds number بال non-circular bulb، ايش راح يصير عندي؟ الهيد لوس هي F في L over D في V square over 2G. عن كل دي هنا راح اعوض 4 من الهيدروليك راديوس. ورينولد شنو تساوي لنا؟ في في دي الى اللزوجة الكلماتية، عن كل دي راح اعوض 4 من الهيدروليك راديوس. فهنا هم طلعت لي، طلعت لي الهيد لوس وطلعت لي رينولد نمبر، بس هالمرة بدلالة الهيدروليك راديوس. بنفس الطريقة اجي اقدر استعمل مخططات مودي دايجرام، اي اوفر دي معلومة، بس هالمرة دي شنو هي؟ 4 من الهيدروليك راديوس، وقلنا الهيدروليك راديوس هي الاريا الى المحيط المبلل. فهنا أنا هاي الطريقة اللي أستعمل من عندها مخططات مودي دايجرام إذا كان الأنبوب غير دائري. هسه نجي إذا أريد الماينر لوسز إن بايب فلو، قلنا هاي هي إذا كان عندي، إذا كان عندي الأنابيب، إذا أريد قلنا خسائر عندي نوعين، خسائر رئيسية وخسائر ثانوية. خسائر رئيسية عرفنا شلون نطلعها، أما معادلة دارسي أو معادلة هيزن وليام. أما إذا أريد خسائر طفيفة، خسائر طفيفة مين تجي؟ تجي من الفالفات، تجي من العكوسة، تجي من الليت مال الأنبوب، الأوتليت مال الأنبوب. فماينا لوسز إن بايبس، إن بايب فلو لوسز due to disturbance of the flow and conduits such as changes in cross section elbows valves and seminal artery are called minor losses. الخسائر الطفيفة مين تجي؟ تجي من تغير مقطع الأنبوب، أو تجي من الإلبو، أو تجي من الفالفات، أو تجي من هاي الخسائر، أو تجي من الإليت الأوتليت. هاي الخسائر صحيح لها خسائر ثانوية. مقدار هاي الخسائر الثانوية عندي قانون واحد أجي أحسبها، إنه الهيد لوس تساوي K في V سكوير أوفر 2G. الهيد لوس هو الماينر لوسز، والK هو لوس كوفيشن ديبيند أون ذا تايب فيتنج. يعني مثلا إحنا كل أنابيب تعرفون نخلي نخلي فالفات بيهن، نخلي نخلي عكس، هاي كلها تأثر تسبب لي خسائر ثانية. هاي كي مقدار اللوسز بسبب هاي البايب فيتنج. والفي هو معدل سرعة الجريان. وشكرا.